الطور لطائف النفحات، تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإسلام هو الدين الوحيد الذي ركز تركيزا كبيرا على العلم وأدواته. فأول سورة وأول آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله: اقرأ. وهناك سورة باسم القلم، نون والقلم وما يسطرون. وبالأساس كتاب المسلمين المنزل من الله عز وجل يسمى القرآن، مشتق من القراءة. وهناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تحث على طلب العلم وعلى التعلم وعلى الفهم وعلى التفكر وعلى التدبر وعلى التأمل. مئات الآيات تصب في هذا الاتجاه، وذلك لأن العلم، الوعي، الفهم، الثقافة هي أساس كل تقدم، والجهل واللاوعي وعدم الثقافة هي أساس كل تخلف. إذا كانت لك الدنيا أجمع ولم تكن عالما، فإنك لا تتمكن من أن تستفيد من هذه الدنيا. وإذا كنت فاقدا للدنيا أجمع وكنت عالما، فإنك تتمكن من الاستفادة الكاملة. نحن الآن في العراق نعاني من تركة النظام البائد السابق وتركة ثقيلة. النظام السابق غلق على الشعب العراقي جميع روافد الثقافة والعلم، فالعلماء والمفكرون والمثقفون إما أسكنوا في القبور، وإما هجروا، وإما سجنوا، وعلى أحسن الفروض جلسوا في دارهم ساكتين، ومن تكلم بكلمة وتحرك بحركة فإن مصيره التصفية. وخلال هذه الفترة نشأت أجيال، هذه الأجيال كانت روافد الثقافة مغلق عليها، إلا القليل جدا ممن جازف بحياته. طبعا الإنسان يحتاج إلى تعلم مستمر، وفوق كل ذي علم عليم، وقل رب زدني علما. والعلم والثقافة والفهم والوعي لا تحصل دفعة واحدة، وإنما تحصل بالتدريج. الطالب الجامعي مثلا قضى سنوات 12 سنة أو أكثر في الدراسة إلى أن وصل إلى هذا المستوى، ما كان من اللحظة الأولى في هذا المستوى، وإنما بحاجة إلى زمان. وخصوصا في القضايا الاجتماعية وفي الفهم والوعي الاجتماعي الإنسان بحاجة إلى نضج، وهذا النضج لا يحصل دفعة واحدة، بحاجة إلى فترة طويلة من التعلم ومن الرؤية ومن الاستفادة من تجارب الآخرين ومن تجربة الإنسان نفسه.
النظام السابق زال لكن تركته لم تزل، وإزالة تركته بحاجة إلى وقت طويل وعمل دؤوب. بحمد الله يعني نحن نلاحظ أنه خلال سنتين ونصف السابقة من زوال النظام، حيث انفتحت جميع روافد العلم والثقافة والوعي والفهم على الشعب العراقي الكريم، هناك تحسن كبير في هذه المجالات، ولكن الأمر بحاجة إلى عمل أكثر وإلى مثابرة أكثر وإلى بث للوعي أكثر. الفكر والوعي والثقافة نحن نقسمها إلى قسمين. القسم الأول الوعي والثقافة الدينية. يمكن إنسان يكون متدين لكنه لا يعرف الدين. أنا شخصياً رأيت كثيراً من الأشخاص الزوار في حرم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يصلون لكن صلاتهم باطلة، فهو رجل متدين ولذا جاء إلى الزيارة وجاء يصلي، ولكن لعدم معرفته بمسائل الدين عمله باطل. لماذا؟ لأنه يجهل مثلا بعض المسائل الشرعية المتعلقة بالصلاة، فجهله ببعض المسائل الدينية سببت بطلان عمله، فهو متدين لكنه لا يعرف الدين. فإذا كان الحال في الصلاة وهي من أوضح الأمور هكذا، فحال بقية المسائل الشرعية والدينية يكون أسوأ بالنسبة إلى من لا يعرف تلك المسائل. إذا واحد ما يعرف صلاته فإحنا لازم لا نتوقع منه أن يكون يعرف النظام الاقتصادي الإسلامي والنظام السياسي الإسلامي والنظام الاجتماعي الإسلامي والنظام الأسري الإسلامي وما إلى ذلك. فنحن بحاجة أن نركز في الأمر الأول على إيجاد ثقافة ووعي ديني. الناس متدينون، نسبة التدين في العراق أكثر من نسبة التدين في جميع دول الجوار، وإذا قلنا أكثر من نسبة التدين في جميع العالم الإسلامي لم يكن كلامنا جزافا. لكن الإنسان يكون متدين ولكنه لا يعرف ما هو الدين، فقطعا سيقع في مطبات ويعمل عمل يتصور هو دين لكنه خلاف الدين. فنحن بحاجة إلى بث ثقافة دينية، ولذا كثيرا نحن نذكر للخطباء أنه يا إخواننا المحترمين عليكم أن تبينوا في كل مجلس من مجالسكم بعضا من المسائل الشرعية، مثل ما أنت تبدأ بمقدمة مثلا بقصيدة وتنتهي بناعي وهذا من لوازم الخطابة، كذلك اجعل من لوازم الخطابة أن تذكر مسائل شرعية، ولعل كثير من الناس لا يعرف هذه المسائل التي تذكرها. لا تقل إن هذه المسائل بالنسبة لي واضحة، هاي من البديهيات. يمكن تكون لك من البديهيات ولكثير من الناس ليست من البديهيات، فهذا خلي يكون ضمن برنامجنا. أي محاضرة، أي لقاء، أي برنامج سواء من الخطباء أو من المثقفين يضمنون كلامهم وخطابتهم بعضا من المسائل الشرعية. هذه النقطة الأولى، أن نحن بحاجة إلى ثقافة دينية كاملة. النقطة الثانية وهذه مهمة أيضا، نحن بحاجة إلى وعي وثقافة سياسية. مو بالضرورة الإنسان يكون سياسي هو، ولكن لازم يفتهم شنو هي السياسة حتى لا يخدع. مو بالضرورة أن أكون رجل وفرض نائب في برلمان أو وزير أو في دائرة سياسية، ولكن من الضرورة أن أعرف السياسة وأن أعرف المطبات اللي موجودة والألاعيب السياسية والطرق السليمة. لماذا؟ حتى لا أخدع. نحن في تاريخنا الحديث مثلا بعد ثورة 20، المشكلة أن الذين ساهموا وقاموا
وقاوموا وجاهدوا، كانوا متدينين. ولكن بعد ما وصلت ثورة العشرين إلى ثمارها لقلة وعي سياسي، طبعا نحن لا نلومهم، لماذا؟ لأنهم أدوا ما عليهم، ما كان يتمكنون من أكثر من ذلك للظروف اللي عاشوها، الاستبداد العثماني ثم الاستعمار البريطاني العتيق بألاعيبه. لا نلومهم وإنما نصف حالة لقلة وعي. هم نفس الذين ساهموا في هذه الثورة المباركة جاءوا نفسهم بحكم طائفي اكتوينا به 80 سنة أو أكثر. استقبل هذه الفترة مئات السنين ذاك بحث آخر، لكن هذه الفترة بأيدي الشيعة أنفسهم وبحسن نية اكتوينا 80 عاما ملايين القتلى وانتهاك الأعراض وانتهاك المقدسات والحكم الطائفي البغيض بسبب عدم الوعي أو قلة الوعي، بلا لوم لهؤلاء لأنهم أدوا ما عليهم، ظروفهم كانت هكذا. لكن الآن نحن أيضا بحاجة إلى وعي سياسي حتى لا نخدع مرة ثانية. بس إذا آباؤنا زين عاشوا ونحن أيضا عشنا في حكم طائفي بغيض، لا أقل أبنائنا أحفادنا يعيشون بعز. والإمام الحسن عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه حينما خذله الكثير منهم: جاهدوا تورثوا أبناءكم عزة. ولكن لم يجاهدوا فقال لهم: كأني بأبنائكم أذلاء على أبواب أبنائهم. وهكذا صار. إحنا في هذه الفترة بحاجة إلى وعي سياسي أو وعي زمني، ماذا يدور؟ ما هي المخططات؟ ما هي المؤامرات؟ ماذا يريد أعداؤنا؟ لا نكون أداة لأعدائنا. أكو بعض الشيعة عندنا الآن مخلصون لكنهم أداة بيد أعداء الشيعة. هو إنسان طيب مخلص قلبه محروق، ولكن لعدم فهمه ولعدم وعيه السياسي تحول إلى أداة لأعداء الشيعة. الآن أنا أمثلكم فد مثال بدون أن نلوم أحدا، لأنه قلت عندما روافد الثقافة كانت مغلقة، الآن من فتحة النضج يحتاج له إلى زمان. إحنا ما نريد نلوم أحد، نريد نصف حالة. الآن مثلا كمثال على ذلك، الآن وقت كتابة الدستور في العراق، والدستور أهم الأمور. ليش؟ لأنه هذا راح يرسم سياسة ومستقبل العراق يمكن لمئات السنين. بس حكومة مؤقتة شهر شهرين سنة سنتين في أمان الله تنتهي، لكن الدستور يبقى لعله لمئات السنين. الآن الدستور الأمريكي عمره 220 سنة تقريبا، 230 سنة. قبل 220 أو 30 سنة مجموعة اللي يعبرون عنهم الآباء المؤسسون كتبوا دستورا، الآن 220 سنة يحكم، أجروا بعض التعديلات عليه، ولكن هو الأساس. المطالب اللي إحنا نريدها شنو هي؟ أصلا شنو هي حقوقنا حتى نطالب بها؟ الأنظمة الاستبدادية عادة تقول شنو واجباتك؟ الأنظمة الديمقراطية تقول شنو حقوقك حتى تطالب بها؟ الآن في الدستور مع الأسف نشاهد أن بعض الشيعة عندهم طلبات، هذه الطلبات لا تصب في صالح الشيعة بل تصب في صالح أعداء الشيعة. أمثلكم مثال، هاي مسألة الفيدرالية. الآن النظام الفيدرالي أرقى نظام سياسي في العالم، ماكو أحسن منه. أرقى نظام سياسي في العالم هو النظام الفيدرالي. أمريكا الآن هي نظام فيدرالي، 50 ولاية، كل ولاية هي إقليم فيدرالية. ألمانيا دولة فيدرالية، الهند دولة فيدرالية، كندا دولة فيدرالية، سويسرا دولة فيدرالية، ومجموعة من دول العالم بهذه الكيفية. أرقى نظام سياسي في العالم، ماكو أحسن منه. زين الآن تجي للمجتمع، شنو هي الفيدرالية؟ ما يدرون. أكثر الناس لا يعلم هذا الأمر. هسه هاي مو مشكلة لا يعلم، زين هسه أنت فتشي ما تدري ليش تعارضه؟ مجموعة من السنة
هؤلاء كانوا يحكمون العراق، طبعا سنة العراق لا يتعدون 10%، لا تريد تحسب سنة العراق العرب، طبعا السنة العرب مناطقهم كبيرة لكنها صحراء، نفوسهم لا يتعدى 3 ملايين في العراق حسب الإحصائيات الدقيقة. طبعا أنظمة سابقة لأنها كانت طائفية تخفي هذه الحقائق. على كل حال هؤلاء ضد الفيدرالية تحت أي شعار؟ تحت شعار أن الفيدرالية مقدمة لتقسيم العراق. زين، ذولاك طلبهم ضد الفيدرالية واضح شنو سبب أنه هم ضد الفيدرالية، لأنهم يحلمون بالعودة إلى عقارب الساعة إلى الوراء. إذا صار فيدرالية مستحيل بعد يصير انقلاب عسكري، لكن إذا بقيت الدولة مركزية يمكن في المستقبل يصير انقلاب عسكري. فهو يحلم في أن يقوم بانقلاب عسكري يرجعه إلى ما كان عليه من امتيازات ومن مصادرات حقوق الآخرين، لأنه الديمقراطية ما تصرف إلا 10%، بعد ما يقدر يحكم إلا بمقدار 10%، بمقدار نفسه، بمقدار حجمه. لهذا ضد هذا الأمر. بس هو ما يقدر يقول أنا أحلم بالانقلاب العسكري والرجوع إلى السلطة، يقول أن هذا الأمر مقدمة لتقسيم العراق. زين، أنا الشيعي بدون ما أدري شنو هي الفيدرالية وشنو ذاك مقصودة وشنو فائدة الفيدرالية، أيضا أخدع بهذا الكلام أنه مقدمة لتقسيم العراق، ثم أنادي بهذا الأمر وأسوي توتر في الداخل الشيعي ضد هذا الأمر. حتى الآن قرأت قبل يومين في إحدى الصحف العربية، طبعا الإعلام العربي هم يلعب دور كبير، لأن الإعلام العربي إعلام سني كما هو واضح، ويركز للتنقيص من الشيعة، وطبعا الناس كثير منهم يتأثرون بهذا الإعلام. كنت أقرأ في إحدى الصحف العربية أنه ذول السنة يريدون إسقاط الدستور. خوشلون يسقط الدستور؟ يحتاج لثلاث محافظات أكثرية الثلثين، ما عندهم ثلاث محافظات أكثرية الثلثين. ليش؟ لأنه الموصل مو هم ثلثين بيها. ليش؟ لأن بيها شيعة وبيها أكراد، يمكن 50% من الموصل محافظة بشكل عام إما أكراد وإما شيعة، فمحافظة الموصل غاسلين يدهم منها، يبقى لهم محافظة ديالة أكثرهم شيعة 60%. هسه المدينة يمكن بعقوبة أكثرهم سنة، بس المحافظة بشكل عام أكثرها شيعية، 60% منها شيعة. يبقى لهم بس محافظة الرمادي، الأنبار تقريبا كلها هم، ومحافظة صلاح الدين. هسه المحافظة الثالثة من وين يحصلها؟ سؤال. المحافظة الثالثة يريد يحصلها من بغداد. شلون يحصلها؟ يقول احنا لازم نشتغل على مدينة الثورة، مدينة الصدر، والشيعة اللي موجودين فيها يقولون لا للدستور. طبعا هي نصف بغداد او اكثرها في مدينة الثورة، يعني يفكر انه يسقط هذا الدستور بطريق الشيعة انفسهم. سعاني هذا ذكرته كمثال، وإلا اريد نذكر امثلة اكثر من ذلك، لكن مع الاسف كثير من الاحيان الشيعي لقلة وعيه مو يصير أداة لتطبيق فكر الآخرين. ويا ريت ذاك الفكر كان خوش فكر، لا، فكر طائفي مقيت وبغيض. وأكثر من هذا أن الآخرون أيضا يطمعون في أن يخدعوا الشيعة. فعلى كل حال المقصود أنه نحن بحاجة إلى وعي سياسي، وعي زمني، حتى الناس يفهمون. الإنسان إذا افتهم ما يخدع. يمكن واحد صاحب مصلحة، اثنين صاحب مصلحة، 10 أصحاب مصالح مستعدين يبيعون الدين والوطن وكل شيء مقابل فلوس أو منصب أو كذا، بس خب أكثر الناس مو هالشكل. 99% من الناس ليسوا أصحاب مصالح. إذا فهموا سياسيا ما راحوا يخدعون. شوف مثلا تاريخيا في قضية صفين، الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حينما وصل إلى الخلافة الظاهرية من اليوم الأول أثاروا القلاقل والحروب، فما حصل فرصة حتى يربي الناس. يوم الأول حرب في الجمل ثم في صفين، بعدين تركت الخلفاء السابقين أيضا كانت ثقيلة، بحيث أن الوالي في الكوفة يشرب خمر بالليل ويجي بالمحراب يصلي صلاة الصبح 4 ركعات،
بعدين يتوجه للناس وهو سكران يقول أنا عندي خلق بعد أصلي لكم أكثر، تردون إذا أزود لكم فد ركعتين بعد مثلا 3 ركعات صلاة الصبح يصير 6 ركعات كذا. ثم يتقيأ في المحراب ومجموعة يجون يشيلون الخاتم ماله زين، وهو لا يشعر من السكر، ويجيبوا يم الخليفة الثالث عثمان ويشهدوا عليه بأنه مثلا شرب الخمر، وما يريد يجري عليه الحد لولا أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام جاء وأجرى عليه الحد. هذا الوضع كان قبل، إذا الوالي المنصوب من قبل الخليفة هالشكل الوضع يكون إذا كان رب البيت إلى آخره. فأمير المؤمنين عندما أجى ما حصل له فرصة لكي يربي هؤلاء، ثارت حرب صفين، راح إلى صفين قتال. جيش أمير المؤمنين في صفين عدده كان نصف عدد جيش معاوية، يعني إذا جيش معاوية كان 200,000 جيش الإمام كان 100,000. ابن أبي الحديد في كتابه يقول أن عمرو بن العاص قبل بداية الحرب ذهب على تل واستطلع، يعني الاستطلاع، رأى جيش الإمام فاستقله، شاف قليل هذا. بدأ الحرب، الخطة خطة صحيحة، فكاد جيش الإمام أن ينتصر حتى أن معاوية ركب الفرس حتى يشرد أصلا في اللحظات الأخيرة، بس مجموعة من جيش الإمام انخدعوا بهذه الرماح اللي كانت عليها المصاحف. الإمام قال لهم إذا ذولا كانوا يريدون يحكمون القرآن خو من اليوم الأول كانوا يحكموا، مو الآن اللي عشرات الألوف من القتلى صارت. هؤلاء خدع هذا الأمر بس ما قبلوا، يعني قلة الفهم السياسي لدى هؤلاء سبب أن يخربون النصر، وكما يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ولكن أفسدتم رأيي بالعصيان. النصر يخربوه وبعدين يصيرون خوارج ويقتلون ويخسرون الدنيا والآخرة. شنو السبب كان؟ قلة الوعي السياسي. فالمقصود أنه نحن بحاجة الآن إلى إيجاد وعي ديني، ثقافة دينية، علم ديني، وبحاجة إلى إيجاد ثقافة ووعي وعلم سياسي وزمني حتى تفهم ما يدور حولك. إحنا نتصور أنه المشكلة اللي عندنا الآن إحنا مع السنة التكفيريين هذه مشكلة ثانوية، لأن هم هذه حركاتهم حركات اليائسين، خلص يعني المرحلة تجاوزتهم، العملية السياسية تصير شاركوا لو ما شاركوا، فهم لا يشكلون خطرا بمقدار ما أنه يقتلون من الشيعة. لحد الآن 70,000 واحد قاتلين من سقوط صدام لحد الآن في التفجيرات وكذا، هاليوم سمعتوا 1,000 واحد تقريبا في الكاظمية استشهدوا بسبب أفعالهم أيضا. لكن هذا شيء مرحلي ينتهي على رغم الفجايع اللي دا تجري، وراح هذا الأمر ينتهي. عندنا شيء أهم من هذا وهو التحدي الثقافي مع الغرب. الغرب عنده مشروع كامل للغزو الثقافي وعنده أدوات الكاملة، زين يمتلك القدرة السياسية في العالم والقدرة العسكرية والقدرة الثقافية والعولمة. الآن مثلا الإعلام العربي كما يقال في تقرير قرأت أنه الإعلام العربي يكلف، هاي الفضائيات اللي موجودة تكلف الدول العربية كل سنة 1,200,000,000 دولار، 100,000,000 دولار من كرواتب للموظفين وإنتاج البرامج العربية وأمثال ذلك، 100,000,000 أخرى تقريبا سعر حجز الخط في القمر الصناعي، 1,000,000,000 الآخر شنو هو؟ شراء برامج من الغرب، وأكثر من برامج أمريكية. زين هي برامج جوترا هاي الأفلام الأمريكية؟ لا، وغير الأمريكية حتى من الغرب، خبراء نفسيين وراء هاي فيلم الكارتون اللي الأطفال يشوفوه، بعض الشركات 70 خبير نفسي لإنتاج فيلم كارتون واحد. احنا نتصور انه فشيء عادي، لا، مليء بافكارهم، عندهم ادوات، القدره العسكريه عنده، القدره السياسيه عنده، القدره الاعلاميه عنده، عنده خطط. يعني مثلا من خططهم في العراق كان قبل سقوط صدام، هذا كان معلنين عنه انه يريدون ياسسون 24,000 مدرسه نموذجيه في العراق، احسن الامكانيات واحسن المدرسين واحسن المناهج. وطبيعي انا لما اشوف مثلا ان هاي مدرسه أفضل المدرسين وأفضل المناهج وبلاش، قل ليش ما أخلي ابني في هاي المدرسة؟ زين الناس الشكل يفكرون، قلوا من يخلي ابني في هاي المدرسة 12 سنة في هاي المدرسة يقضيها، طبعا خمو قربتنا لله تعالى.
تربية بالتدريج على نار هادئة، لأنهم مو مستعجلين مثلنا اللي فورا نريد النتائج تحصل. لا، يفكر بعد 50 سنة 60 سنة. هسه هذا مو احتلال العراق والخليج اللي موجود، هسه مو العراق فقط محتل، الكويت وقطر وبحرين كلها قواعد عسكرية أمريكية. هذا البرنامج من الثلاثينات عندما الأمريكان شوية بدأوا بنهضة اقتصادية، شافوا أهم شيء عندهم النفط. من ذاك الوقت الحكومة الأمريكية طلبت من مراكز الدراسات يسوون دراسات 1930 فما بعد، يعني قبل 75 سنة، أنه شلون إحنا نسيطر على منابع النفط. في وقته قدموا 200 دراسة خبراء في مراكز الدراسات، زين؟ من ذاك الوقت بدأوا إلى العمل، بدأوا هسه وصلوا. فالمقصود أنه لهم أدواتهم ولهم برامجهم ولهم إمكانياتهم. هذا التحدي الأكبر، تحدي الوهابيين راح ينتهي شوية شوية، الدولة تصير قوية زين وتقضي عليهم. إذا الدولة ما قضت عليهم راح الناس يقضون عليهم، ما راح يستمر على رغم الفجائع اللي يرتكبوها، وعلى رغم أنه يجب علينا أن نقابلهم بالطريقة المشروعة لا بالطريقة الفوضوية الهوسوية. فهذا المشكلة، شنو يقف أمام هاي المشكلة؟ الذي يقف أمام هذه المشكلة الوعي الديني والوعي السياسي، لأن الأرض أرضك والأبناء أبنائك، مو الأرض أرضه ولا الأبناء أبناء. حتى لو اشتغل، بس إذا أنت التفتت واشتغلت أنت راح تكون المنتصر. وإضافة إلى ذلك الله معك، إن تنصر الله ينصركم. طبعا الله قوترة ما ينصر، أنت تنصر الله. لا تقول أنه ليش الله ما ينصرنا، لأنه شرط، أنت تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أنا شخصيا ما أريد أطيل عليكم، بس أذكر هذه القضية لا بأس بها. قبل كم سنة رحنا إلى تركيا في مهمة تبليغية. طبعا تركيا بلد من قبل 80 سنة، عندما تجزأت الحكومة العثمانية اجى فيها حكم علماني ضد الدين، لأن الحكم العلماني أقسام، حكم علماني مو ضد الدين، يقول أنا ما عندي شغل بالدين. هذا قسم كثير من الدول في العالم هكذا، مثلا نفس أمريكا، فواحد في الداخل الأمريكي زين، أنت مسلم مسيحي يهودي، تريد تصلي تريد تشرب خمر والعياذ بالله، يعني ذاك البعيد أجلكم الله، يريد يشرب الخمر كذا، كل واحد حر على طريقته، الحكومة ما عليها بالدين. قسم من الدول هكذا، قسم من الدول علمانيتها ضد الدين، مثل فرنسا مثلا في منعها للحجاب، علمانية ضد الدين، يعني تمنع أن أنت تقوم بشعائر الدين. تركيا من هذا القسم ومن أسوأ الأنواع، يعني نظام علماني وضد الدين في كل مفرداته. الحجاب مو ممنوع فقط في المدارس، بل ممنوع في الدوائر، يعني محجب على شغل في دائرة ممنوع تدخل، لازم تنزع الحجاب. في البرلمان مرأة قبل كم سنة فازت في الانتخابات زين، مو أنه سقطوا عضويتها في البرلمان، دخلت بحجاب طبعا، بل أسقطوا جنسيتها التركية أيضا. النظام في كل مفرداته يخالف الدين. العمامة ممنوعة، أنا في مساجد شفت إمام الجماعة يجي مع سترة والبنطرون هناك بالمسجد، يفتح فتكنتور زين، يلبس الصاية أو الجبة، يخلي عمامة على رأسه يصلي، بعدين ما عندما يريد يخرج يضطر أنه ينزع العمامة والصاية أو الجبة ويضعها في الكنتور ويخرج. 12 ما أدري 17 جد قناة أرضية سمو فضائية فظيعة جدا من حيث الفساد. المخامر محل بيع الخمر وشرب الخمر أكثر من أكثر المحلات هناك. بس كل هذا في جانب، يعني 80 سنة شغل مركز ضد الدين ومحاربة للدين. لكن واحد عندما يدخل في تركيا يتعجب، الناس من أكثر الناس التزاما بالدين. في القرى والمدن الصغيرة أصلا ما تشوف سافرة، والمدن الكبيرة الحجاب 90% إذا مو أكثر. حتى البعض قالوا أنه بعض ذول السافرات لما رحنا كان صيف، قالوا ذول سواح، يعني مو أنه من أهل البلد. المساجد رحنا وقت صلاة الصبح نصلي بالمسجد، ماكو مكان بالمسجد أصلا لكثرة الازدحام. يوم الجمعة رحنا إلى مسجد كبير جدا
شفنا قسم كبير من الناس واقفين برا. قلنا ليش؟ قالوا ماكو مكان بالمسجد، ينتظرون انه جماعة الاولى يخلصون صلاتهم يطلعون برا، ذولا بعدين يصلون صلاة ثانية. وفي بعض المساجد ثلاث مرات يقام الصلاة، مع انه المساجد مو قليلة، يعني مساجد بعض الاحيان ملاصقة، مسجد مقابل مسجد، يم مسجد. انتخابات صارت، الحزب الاسلامي فاز، حزب الرفاه، سووا مؤامرة عليه طيروه. صارت انتخابات ثانية، هم فاز باسم آخر حزب الفضيلة، هم منعوا حزب الفضيلة وطيروا الإسلاميين. انتخابات ثالثة، هم فازوا باسم ثالث الآن حزب العدالة والتنمية. شافوا ماكو شارة. ليش؟ لأنه الشعب متدين، صاير شغل على تدين الشعب. هسه كل الدولة تحارب الدين وكل الإعلام يحارب الدين، خليه يحارب ما يأثر. أنت إذا ملتفت إلى ابنك ما راح الجيران يقدر يأثر عليه حتى لو كان عنده مغريات، لأنه ابنك. نعم إذا أنت ما ملتفت له أو تتعامل معه تعامل خاطئ الآخرين يقدرون يأثرون به، بس تعامل وياه تعامل صحيح ودير بالك عليه فإن غيرك يجي يأثر عليه. نحن الآن في العراق سنواجه بتحدي ثقافي أو غزو ثقافي غربي شديد جداً، وهذا الخطر الأساسي. علاجهم كلش بسيط، الشغل الثقافي، الثقافة الدينية، الثقافة السياسية أو الزمنية. بعض الناس عندهم شوية حساسية على كلمة السياسة، عبر عنها الثقافة الزمنية. الخدمات الآن في العراق، البعض يقولون احنا انتخبنا شنو الفائدة؟ شنو صار؟ الفائدة أنه أنت الآن الأمر بيدك، الآخرون يضطرون يستجدوك. هسه أنت منصف تطي الآخرين، لكن لو الآخرون كانوا مسيطرين يطوك 1%؟ لا، فكنت تضطر تستجدي ولا تحصل شيئا. الآن أساس ينبني. أنت لما اليوم الأول تبني أساس لبناء بيت، الشخص يجي يقول زين هذا ليش ما وقانا من حر ولا وقانا من برد، زين ولا وقانا من مطر، صحيح هذا كلامه؟ تقول له هذا أساس، أنت اصبر زين شوية يكون عندك صبر. الأساس إذا كان أساس سليم باكر نخلي الأعمدة ونجيب الإسمنت ونجيب الحديد، انتظر فتشم شهر شوف يصير البيت كامل. بيت بدون أساس هو ما يصير. هذا أساس صحيح، خدمات ماكو، صحيح مشاكل أكو، صحيح أكو فساد إداري، صحيح أكو اختراق، صحيح كهرباء ماكو، بنزين ماكو، ما أدري إرهاب موجود، اختراق لوزارة الداخلية موجود، هذا كله صحيح. بس إذا الأساس اللي هي العملية السياسية إن بنت بشكل سليم، هاي المشاكل كلها راح تنحل. وإلا إحنا في، تذكرون الإخوة اللي شوية عمرهم أكبر، في سنة 79 عندما أجى صدام إحنا كان عندنا مشكلة من الخدمات، كهرباء موجود، ماء موجود، دينار العراقي ذاك الوقت كان يحشي حسب تعبيرنا، الاقتصاد العراقي أقوى من الاقتصاد الكويتي والسعودي، الناس عايشة في رفاهية. شو المشكلة اللي عاد صارت؟ مشكلة ما كانت في الخدمات، المشكلة النظام السياسي نظام غير سليم وهو سبب كل المشاكل. أما إذا الأساس النظام السياسي ابتنى بشكل صحيح، اليوم الأول ما راح كل شيء ينحل، بس خلال فترة حسب توقعنا إذا العملية على رغم نواقصها وعلى رغم اعتراضاتنا وعلى رغم إشكالاتنا على بعض جوانبها سارت بشكل صحيح، بعد 10 سنوات على أكثر التقادير العراق سيكون بإذن الله تعالى أقوى دول المنطقة سياسيا واجتماعيا ومن كل الجهات، لأنه بيئ الإمكانيات الهائلة البشرية والاقتصادية. المقصود شنو هو؟ المقصود أنه نحن بحاجة إلى وعي سياسي أو زمني ووعي ديني، هذا الشيء لازم نركز عليه إن شاء الله. نسأل الله عز وجل ببركة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وببركة دماء الشهداء أن يسهل الأمور وأن يعجل في فرج صاحب الزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأن يجعلنا من أنصاره وأعوانه، وأن ينقذنا وإياكم من شر الإرهابيين التكفيريين ومن شر الغربيين ومن جميع الشرور. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها